والله العظيم لا رانا محقورين، احنا لا خلاص مليح، لا كسوه شابه، لا ماتريال والو. يزيد بالزياده يجيبونا نخدموا 10 شهور في العام ولا 9 شهور، كي تجي في 9 شهور تحبس، يقول لك اودي ما كاش دراهم. انا نروح نرفد رجلي اخو ما كاش دراهم. بهذه العبارات لخص عامل النظافة هذا واقعه وزملاؤه، واقع وصفه بالمرير دافعهم اليوم لشن إضراب عن العمل بعد تأخر صب أجورهم وعدم توفير وسائل الوقاية لهم. في الوباء شافونا غير احنا في الميدان، احنا الناس قاعدة دخلت لديارها وقت الكونفيرمو قاعد يدخلوا لديارهم، غير نضيفكم لي برا خويا، نرفدوا في القمامة ونرفدوا في الشليخ. هاي نزيدك التالية، ما خلصناش الوباء، ما زال رانا سالو الوباء. شوفوا فينا شويه، عطونا غير رزقنا سيد لي كونات كومبينيزيوات ما كانش، نضربت من ليدي هاي بابات ما كانش. هذه حاله. كاميرا تلفزيون النهار وقفت على هذه المشاهد الكارثيه، القمامة تحولت إلى ديكور بشع طغى على المنظر العام للمدينة، في حين تؤكد السلطات المحلية على ضرورة التعجيل في إيجاد حل لهم. من هذا المنبر نوجه نداء للمواطنين تاع مدينة بلعباس، نعتذروا منهم نظرا زعما ماشي احنا ما درناهاش، يعني هذا مطالب شرعية. نبذل كل المجهودات من أجل إيجاد مخرج لهذا الإضراب، يضمن لعمال المؤسسة كل المتطلبات، وهذا أن السلطات تتابع بجدية الوضع. هم رجال عملوا في زمن الوباء وما زالوا يكافحون، لكن إضرابهم جعل من الولاية تعيش كارثة بيئية، فهل ستجد السلطات المحلية حلا نهائيا لقضيتهم؟ أم أننا سنرى القمامة تحتل الشوارع؟